الدولة عندها سياسة وتوجهات معينة، دولة رأسمالية تمن بالرأسمالي وتمن بكذا. التجربة نتاع جمنا تجربة اقتصاد تضامني اجتماعي تشاركي كما تحبوا سموه، راهي الدولة تحارب فيكم مش تستير راهي الأراضي والأرض، تحارب بتجربة. التجربة هذه ضد سياستها، ما اشتغلها في الفلوس. العركة كل عركة سياسية بامتياز. تجربة ضد سياسة الدولة، كما نسيتوا. والله لا فيها شيء آخر. بعلمكم الناس الكل، الوقت اللي وزارة أملاك الدولة خرجت هكا البيان اللي تدعو فيه إلى إلغاء البتة، وحنا قدام ما يخرج البلاغ ديجا نتاع وزارة أملاك الدولة، استقر الرأي على تأجيل البتة بتة الصابة من 4 سبتمبر إلى 18 سبتمبر، نظرا لأن الضيعة ما زالت ثمرة ما نضجتش تماما معناها. المهم طلبنا جلسة مع أملاك الدولة واستجابت الوزارة للمطلب نتاعنا ومشينا له. كان نهار الاثنين اللي فات يبدو لي بالضبط معناه، عندنا موعد 10 نتاع الصباح تقريبا، اتصلنا بالسيد كاتب الدولة اش يقول بعجالة باش نعطيكم المواقف نتاع السلطة معناه، وعلى ضوء تقرروا وانتم ما ترونه صالحا. يقول الارض هذه ارض دولية، يعني ما نحاسبكمش على الخمس سنين اللي تعدت، فقط المبلغ متاع الصابة 2016 يضمن كاملا في شيك وتعطوه للدولة. هذا اللي يراه السيد المبروك كرشيد، ويقول ان مدامت الضيعة دولية البتة تتعمل باشراف الدولة. ويقول النقطة الثالثة، عليكم كجمنين انكم تشكلوا شركة SMHDA معناها شركة تنمية واحياء فلاحية، وهي اللي تقروا بها الضيعة على مدى 30 ولا 40 عام القادمين. يقول هذه المقترحات اللي قدمها المبروك رشيد، طبعا ما اتفقناش معاه. قلنا له احنا الصابة هذه انت كأنك احنا داخلة لقمة لفمنا وانت نحيتها من قرجمتنا معناه. قلنا له كأنك باش نحن لقمة من فمنا، واحنا رانا الصابة هذيك اللي ننتظروا فيها عندنا التزاماتنا مع المزودين متاعينا، مع عندنا حاجات قاعدة تتعمل في جمنا على مستوى البنية التحتية، عندنا أسمدة فوسفات اكسترا، نحن في حاجة إلى المال. يقول لا، المال يضمن كاملا في الشك في الصك ويتعطى للدولة. قلنا لهم الضيعة هذه راهي ضيعة فلاحية فيها النخيل، واحنا غير قادرين على مسك الناس، واحنا نعتبروها أرضنا ونعتبروها ضيعتنا. بالتالي اذا كان باش تفكوها لنا في اخر لحظه، راهو اللي تم في توزر مش بعيد علينا في قبلي، الناس اقتسموها غادي الضيعه والناس حملوها والناس ما وحاكم فيها عطريتو عرفوا قيدو اتريسونس تشعل، نخسروها احنا ونخسروها انتم. هذاك علاش استقر الراي على اننا نخلوا الاجتماع مفتوح الى ما بعد العيد. قلنا لهم احنا نمشوا نتشاوروا مع اهلنا في جمنا وانتم زيدوا خذوا راي ونتشاوروا ومن بعد نلتقوا بعد العيد. هذا اللي قلناه للمبروك برشيد مع وزير الفلاحة. نجيب من الاخر ديما المقترح اللي قدمه، يقول قلنا المبروك رشيد قال البتة تعملها الدولة وباشراف الدولة وبحضور تبين تبدلت القرار هذاك على الاقل المقترح اللي قدمه وزير الفلاحة الى انكم انتم تديروا البتة كجمعية وبحضور الدولة. قلنا والمبلغ المالي، المبلغ المالي اللي كان بالنسبة للمبروك رشيد يضمن بكله في شيك، بالنسبة لسمير بالطيب تحول إلى أنه مبلغ مالي يتنح منه أجور العمل العام الجاي. قلنا له إحنا عندنا عمل تخدم 10 ولا 11 شهر الموسم الفلاحي الجاي بتاع 2017، النحو البلاستيك، النحو الستيك اللي تاكل تقريبا في العام يجي 90,000 دينار، النحو الفوسفات، النحو المشاريع الموجودة تو اللي ما كملتش، الميضة هذه، قاعة الرياضة والملعب بتاع حي نيجيريا. النحو بقية المبالغ اللي مازالت تتطلبها مع الإنجازات هذه، والباقي نعطوه للدولة. هذا قبل بالمقترح هذا، أو هو قدم المقترح هذا وقبل أن نحو فلوسنا معناه، وقال حتى هو لابد من تكوين شركة تكرها وتولي أموركم قانونية طيلة 30 ولا 40 عام الجاية. إذا كان باش نرجعوا للدولة أنتم باش تحملونا
تحملونا قرار معين نمشوا به. اذا كانتم تقبلوا المقترحات هذه اللي قالها مثلا الوزير حاجه اخرى، اذا كانتم متمسكين بارتكم حاجه اخرى تقولوا على المهم انه يبلغنا راي باش نزلوا باش نجمني. راكم سمعتوا مجمل المحطات اللي مشينا بها يكون الاقتراحات واضحه، ما نبقوش احنا من بعد هذا راي وهذا راي، نمشوا براي واحد وكيف نرجعوا لجلسه التفاوض يكون امرنا ويكون القرار واضح عندنا والرؤيه عندنا واضحه باش احنا ما نبقوش نتحملوا في مسؤوليه وحدنا ولا ناخذوا قرار ولا ناخذوا موقف نيابه عنكم ربما ثم تكون اغلبيه معارضه الراي هذا. باش نكون صادق معكم الحوار هذا هو تبني عليه الموقف الثاني. علاش الاستاف هذا يسمع منا الهواجس تاعنا المتمثله في ان عندنا اشغال معطله وعندنا خدامه والمنطقه هذه. المنطقه رانا مستحقين مصاريف. كيما سمع منا زاد مواقف اخرى حول السلم الاهلي يمكن اللي يضر نتيجه افتكاك الضيعه راهو ثم سلم اهلي باش يولي مهدد. كيما سمع منا زاد وكيما ري انجازات البلاد هذيا وكيفيه التطور الانشير هذا كيفاش تطور والانجازات اللي عملها. امام الصدمه هذه نتاع ان انجازات فعلا واضحه امام تمسك كبير بالضيعه امام ثم مشكلة امنيه ممكن توقع وزاد ثم حاجه اخرى قالت لنا هي عصا وجزره راهو انتم خدمتوا 5 سنين وحنا رانا الضيعات الاخرى رانا باش نحاسبوهم جزائيا انتم راهي انجازاتكم باينه واضحه رانا مش نحاسبوكم فردينا عليها على البلاصه ولا احنا اول من تحسبنا نحب نقول اني راهو يجروا فينا المعركه هذا تقريبا نخرج على ما فهمنا عليه تنقول راي معناه يجرونا المعركه ويجرونا يجبدونا بشوي بشوي لو مره كما قال هو المبلغ كامل من بعد هات نحن مصاريف ربما يحدد لك هو مصاريفك شيء يرضى عليه وشيء ما يرضاش عليه شيء راه صحيح وشيء راه غلط الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل في صلب الموضوع. نقترح اول حاجه على الجمعيه استشاره لقضاة ولا ذو خبره زمنين يا اما تمشوا لهم لتونس ولا يجونا لزمنا قبل ما تدرسوا المقترحات اللي ناجحه ولا عملنا شركه وما نجحتش اول مره بظرف من الزمنين طلعت غلطه. فما اقتراح اخر من زل الشارع الزمني اللي هو انتخاب 3-4 من الناس من كل عرش وهما يتعاملوا تتعمل الجمعية بهم كل 3-4 من الناس عرش يعتبر وكيل عرش والرأي رأيكم وفما جمعين هني معناها يحكوا به في الموضوع وينجموا يجاوبوكم عليه. عندك الدولة هذه بدأ خرجوها قديما البيات والمستعمرين والمستكفين باش يبيعوا ياخذوا هم الأرض ويبيعوها بالمليم الرمزي للناس الاغنياء الاثرياء باش يشتروا هي من جرتهم هما. هيك هو هذه ارض جمنه املاك جمنه ما نفرطوش فيها لا رخ ما تريخوش ما تقولون ما بديوش الدوله حتى شيء. الدوله ما عندهاش ملك الشعب هو اللي يملك كل واحد ورايا يقول لك انا فما راي اخر ورايا الاغلبيه احنا باش نشوف فيه طبعا على راي الناس الكل اغلبيه الراي تكون شركه يلزم التحري في الشركه هذيا ونشاور برشا محامين مش محامي واحد ولا اثنين خاطر الاراء تختلف تاع المحامين. هذه راهي دوله تاع فساد دوله موسى الستين هذه دوله كل تجربه ناجحه تحب تفسدها. احنا باش كيف ما كان يكون السنوات اللي فاتت هذه باش نواصلوا نفس المبلغ اللي كان يكرو به رجال الاعمال الى يومنا هذا الى الصابه هذه والصابه هذه تدخل المبلغ بتاعها يدخل للحساب المعمول به عندكم انتم اللجنه وتتفاوضوا في نفس الوقت مع السلطات المعنيه في اليه قانونيه كيفاش تواصلوا كان تزيدوا في المبلغ او اما باش تنحي المبلغ كامل او باش تعطيه نسبه معينه او لغير ذلك هذا لا سبيل اليه. انا المقترح الاول تواصلوا معناها بنفس العمل خلصوها في 5 سنوات تزيد من 7 ناس ما تسامحوا الناس خلصوها كيف ما كانوا يخلصوا مع رجال الاعمال كيف ما كانوا يعطوا رجال الاعمال كانت 90 مليون ولا 100 مليون وتتفاهموا معهم على اليه جديده وكان تدوهم بفلوس او غير ذلك وتبقى الفلوس لجمني تبقى لجمني ارضي جمني تبقى لجمني والحاكم يروح انا حاكم ما فهمش حاكم الشعب هو اللي يحكم انتم هم انتم ما هوش الحاكم تبقى لكم
مبادرنا وكهو لشركة إحياء، ولا ثم برشا جماعة يخطط وطو يعمل في البرنامج يحب يكره يقول امرأة يبقى شوية ماذا بينا ستيلة ذيك تبقى يخدم بها باش تعمل لي شركة يجي واحد عشاك مكرد يبدا يتحكم بخدام هذا ما خدمناش هذاك لا ونجم يجيك من برا هذه الشركة تبقى كما هي. حسب رأيي هني ما دام الدولة تو ماشية في أنها تقول لك أعمل شركة إحياء وأني نكري لك حل مبدئي ومنطقي عقلاني نجموا نقبلوه ما دام نجموا نعملوا الشركة وندافعوا على أرض جملة ماناش مسلمين فيها بعمل وقت اللي نعملوا شركة ونكروا هذاك جزء وخطوة. ثم الأمور التاريخية نتاع ستيل كيفاش تأسست وكيفاش الاستعمار هزها هذيك نجموا نتابعوها بالقضاء ونبدو احنا نخدموا مرتاحين ما نخسروش الانتفاع نتاع القرية بالتنمية نتاعها. البروسيدير القانوني في كارنتين أن الأشخاص تكتب أرتيكل في الاستاتي نتاعها ما يكون الأكسيونير اللي كتبناه مهما يكونوا الأشخاص واللي عنده شك في قضايا ولا في وعد النجم نقول له هو يتقدم باش يكون عضو ولا مؤسس في الشركة هذه. لكن الشركة هذه نكتب عليها لأن في أرتيكل واضحة أن المساهم ما عندهش الحق في استرداد رأس المال وما عندهش الحق باش يورث إن كان للأصول ولا الفروع ولا أي كان في حالة وفاة ولا في حالة غير. أراه الكيرات يقولوا نكروا ونعم الشركة نكروا القرار مباشر بأن هذه ملك الدولة. سيد أسمعني بيه أراه كانت تريد أراك معاش ترفع قضاء في مكان البحر من الخيال نعرف رؤية قضاء في تغيير صبغة الدولة. أنت خريطة مس اللي هي الدولة لأنك كريت منه أنت كريت منه هذه واحدة أمام خيارين يا الخيار هذا تمشي في الشركة وتقر مباشرة بأن هذه للدولة يتمشي في المسار الثاني اللي هو تقول هذه راضية على لنا ونحن من سيختار طريقة تسييرها. والسلام. قبل ما ندافع على أرضنا احنا ندافع على التجربة ندافع على التجربة الناجحة واللي المفروض تكون مقياس للأراضي الدولية الأخرى. ما تقول لي تتحل عليها فاتي في بلايص أخرى الحل فاتي مش بيه إذا كان اللي مش ننمي الاقتصاد الوطني فوق الأراضي الدولية فعود كانت مكرية للناس مشتكر شيء ناس ما يزيهم شيء يعطوا الدنيا كله ما يشبعوش كان يغب 20 مليون يا رسول الله ويصور في مليار ونص طبعا معقول هذا خلي هناك الدولة في الأخمق في القوح تسترجع في الرمان تسترجع في كل بلاصة تسترجع خلي الدولة تنور. احنا يزالنا ندافع على التجربة وبالنسبة للسلطة تقول ما عنديش حلول عندها حلول تنجم بمرسوب من رئيس الدولة ينجم يكري الأرض هذه للجمعية بأمر من وزير الأملاك الدولة ينجم يعمل استثناء معناها الحلول كل موجودة وياكم يحطوكم في حل واحد وما عندنا كان هو الشركة راهي تدخل البلاد في بعض لأنه باش تبدأ أثناء وش بيك درتني وما درتنيش اش بيك درت هذاك وما درتش هذاك والشركة تجربة احنا طاع وما نشعدش نفرض عليه أن تكريها الجمعية. راهي الحكومة هي اللي مخالفة القانون ومخالفة القانون نصا وروحا خالفاتها نصا وقت اللي كرت هالأراضي هذه بصورة غير قانونية للناس لا يستحقون وخالفته روحا وقت اللي تتصور أن القانون هو نشيل حرفية النصوص ونبدأ نقصص فيها كأنها مسطرة على حاجة لك القانون راهو روح القانون هو العدالة القانون هو الشفافية اللجنة مارست العدالة وتصرفت بشفافية خلاص هذه تجربة ناجحة نواصلوا فيها احنا في موقف قوي احنا مارسنا روح القانون. بالنسبة باش تسلموا الفلوس موش معقولة موش معقول الناس قد ما خدمت وقد ما جردت واحد جو تعطوهم الفلوس ولا تعطوهم جزء من الفلوس هاد. اول شيء هم كانوا يكروا فيها بثمانين النومرو فلهذا نكملوا وقاك يجبوا له ثمانين معناها الخمس سنين اللي فاتت وعام السنين ينجموا يزيدوا ويزوه حتى الخمس سنين اللي فاتت على 80 ألف النومرو معناها محسوم في برنامج هذا. وبالنسبة للكونترال ينجم يجي بعد ما تصير البتة والبتة أنتم المسؤولين عليها وفي صورة ما أنتم ما تنجموش ابعدوا توجيه ناس أخرى تنجم وفي صورة ما حتى ناس أخرى ما تنجمش ثم شعب اللي راهو جملة فيها أكثر من 14 ألف ولا 15 ألف ساكن معناها هذا كرشي يمشي يجتزها ويمشي يطالع ناس أخرى يهز منها يمشي يشوف بلايس أخرى يتسول منها يشوف مملكة الدولة ما جات كان في ستيل ما جات كان في معمر هنا يمشي يشوفها في الملح ويشوفها في الفصفات ويشوفها في غيرها من أملاك الدولة. بعد تجي الانتخابات بعد
بعد ما نبدو في عقلنا ونكروا شركة النجم نعمل انتخابات على مدى عام ولا مدى كذا تبدأ الناس واخذ رايها. أما تواك في ظرف جمعة بجي تعمل انتخابات ولا في ظرف جمعة تقول العرش هذا يمثل وعرش هذا وترسلوه وشكون اللي من العرش باش يقبلوه؟ رأي مشكلة كبيرة لازم تفكروا فيها. واللي يجي يعطي رأي يعطي رأي في إطار هذا الجماعة طالبين رأي في الشركة إيش كيفاش تنعملوا الشركة. أني رأيي قلت لكم رأي انتخابات هذه غير مشكلة رأي في الوقت. السلام عليكم بالله. والله أنا حبيت اليوم نشكر الساعة اللجنة ولي مشاندها في كل شيء، لكن تو بعد ما ريت الوضعية لقيت حد محطوط السيف على ركبة جملة، لكن من بلاصة اللي تنقدم حد اللي هي أشخاص أمجاد واكل الخبز صحيح من جمنا وتوتب على الموقف معك معناتها تو أنا نساند اللجنة في حاجة واحدة هذا في اللقاء الجاي بحول الله. أنا نحب نقول الطاهر والحاج علي وبالقاسم وعبد المجيد راه فما أشخاص أمجاد متبرعين الجمنة بفريقوات بل في طرق ومعمل قايم الذات والترانسبور الكل على على اساس باش انتم تكونوا سلطه الشرف باش تكمل باش تخدموا صدق لتنو والوضعيه اللي هي القانونيه هذيك اللي معاكم سواء اليوم ولا غدوه لان وزاره املاك الدوله يحب لها 20 عام باش تسلك. طاهر طاهري وهو اختراع الاقتصاد التضامني الاجتماعي اقل ما يمكن ندخلوا جمنه في هذا المقترح اقل ما يمكن، لكن نظهر لي يعني الدوله هذه الظاهر فيها كونها قاعده تتلاعب تريد ستيل لقمه سائغه. احنا جمعنا جمنين توانسه اولا توانسه ثانيا توانسه ثالثا. بالنسبه للاقتراحات شوفوا انه لابد من طرق كل الابواب اذا كان ثم حل مع من يمثل مؤسسات الدوله اللي يرضي الاهالي وبها اذا كان مش ما ثماش نمشي وايضا بالطرق الدوريه ما عندنا حتى مشكل. إذا ثم باب قضائي نمشي للقضاء، ولكن في هذا الكل ما نفقدوش البوصلة نتاعنا، البوصلة نتاعنا اللي هي الجمعية هذه تكونت بعد الثورة وقامت بأعمال جليلة واللي حتى مسؤولي الدولة يكون يعترفوا بالشيء هذا. ما يلزم الحاجة نوصلوها لبقية التونسيين كيف نحن توانسة قبل كل شيء. أننا توانسة من هذه الدولة كما جدودنا وأهالينا قدموا ضحايا من أجل تونس. نحن اليوم كي نحبوا نلقاو حل للحكايه هذه ليس خروجا عن الدوله، ولكن حتى المنطق البسيط يقول أن القوانين الموجوده حاليا وحتى في المطلق مفهوم القانون هي القوانين تعملت باش تساعد المواطنين على قضاء حوائجهم سهل لهم. اذا كانت القوانين الموجوده حاليا ضد مصلحه المواطن موش المواطن يلزم يغادر البلاد، يلزم القوانين تتغير. مش تغير هذه القوانين هناك العديد من الطرق، طرق التصعيد، طرق القضائية وطرق الحوار. بقية الدولة بالنسبة لي أنا ورأيي الشخصي مشكوك فيه وما هوش معناها الكلام اللي يقولوه لنا ولا المقترحات اللي يقولوها لنا معناها رانا باش ناخذوها مسلمة وصحيح. أنا بالنسبة لي أني مادام ما جاش نهار 18 وعملت البتة وقبضت الفلوس نقول الدولة ماهاش صحيح والمقترح اللي قدمته للمغاضب. الحاجة الثانية أن تركز لنا على إنشاء شركة إحياء شكون قارة مش سامعة هي باللي صار قدام في البلاد وتحب تدخلنا إحنا في بعض. لا يا سيدي ثم طالما أنا من الأول إحنا طلبنا أن القضية هذه راهي قضية سياسية وهم في اجتماع مع مدير ديوان أملاك الدولة حاولوا أنهم يلزمونا بالجانب القانوني فقط لأن هم يظنوا أن الجانب القانوني هم أقوى وهم نجموا يعملوا اللي يحبوا. لكن في نفس الوقت احنا وقت اللي اخذنا ستيل اخذناها في اطار معين في اطار الثوره في قانون الثوره فهمت وتحملنا مسؤولياتنا ووقفناها. ولذا حاجه من اثنين مازال المعركه مازال كده تترف ولهنا اقتراح هذا مقترح مواطن ان الناس الكل نمشوا على اساس ان الدوله تكرهها للجمعيه بعد ما نعملوا البتله التفاصيل بعد تالي الدوله تدور تهز فلوس ولا ما نعطوها فلوس ولا نعملوها فلوس يجي من بعد تالي. لكن تو مشكلتنا ساعه نحكوا على البتله شوي البتله باش نعملوا فيها باش تدعم النهار 18 ويلزم تدعم النهار 18
نهار البتة نعرفوا ان الدولة صادقة في الكلام اللي قالتهولنا والا لا؟ وشكرا. البتة بتاعكم امشوا عملوها وما عندهم اي يعملوا حتى شيء بكل بطز فيهم. انا اقول لكم اعملوا البتة بتاعكم نهار 18. الحاجة الثالثة بإيجار شديد نحرصوا حرص كبير في اسرع وقت ممكن ان يتم لقاء مع رئيس الحكومة، لان الموضوع هذا مش موضوع قانوني. انا قلت لهم في الجلسات مع وزير الفلاحة وغيرها هذا موضوع سياسي ما هوش موضوع قانوني، لان الضيعة ذيها لو ما نتاج الجمعية ربما راهي تحرقت، ربما راهي تقسمت، ربما راهي راهو اللي صار فيها ما صار. الجمعية خذت الهنشير تصوراتها كانت تخلص ب 500 مليون وصل مليار وقديش، عملت مشاريع الى اخره. فالحل في الموضوع هذا هو حل سياسي. يعني حبيت اقول لكم انا في الاخر الكل احنا معاكم في المعركه، خذوها للاخر، تمسكوا بوحدتكم بغير ما نبقوا نشككوا في بعضنا الناس كل، ونفسكم يكون طويل، وبحول الله تو تربحوا المعركه ذي. لان اليوم سامحوني اني كملت، اليوم راهو معاكم برشا ناس. الشير هذا نتاع ستيل نتاع المعمر هذا متوقف عليه البلاد الكل، يعني ما يوقع حد شيء في البلاد الا ما تخرص الهشير هذا، فهمتني؟ وضع يعرفوا له خيانه الكل، ما تحرك البلاد وتبدا الخدمه في البلاد الا ما يتخرص الهشير هذا، الا ما توقع البته نتاع الهشير هذا. يعني كان موقعش البته هذه باش توقف البلاد الكل، الصابه الكل باش توقف، فهمتني؟ يعني البته يلزمها تعمل في الموعد نتاعها نهار 18 بحول الله ان شاء الله. بالنسبه للدوله، هل ترى باش توقف البتة؟ معناها كنا عملوها باش توقفنا ولا احنا البلاد الكل 12000 ساكن ورانا ورا الهشير هذايا، فهمتني؟ كاش الحب الحاكم ان يعمل فوضى، يعمل ثوره اخرى.